هل يشعر الميت باقتراب أجله؟ هل يشاهدنا ويسمعنا ونحن حوله ننعيه ونبكيه؟ هل يرى الملائكة فعلا؟ هل حقا هناك أشخاص عادوا من الموت؟ كل هذه الأسرار كنت أؤجل الحديث فيها حتى جاءني خبر وفاة شخص عزيز علي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه ويدخله الجنة. وكأن القدر يريدني أن أخبرك عن أسرار الموت التي لا يعرفها الكثير، وبما أنك تسمعني يبدو أنه يريدك أن تعرف عنها أكثر. سأخبرك أسرار 90% من البشر لا تعرفها عن الموت. هذه الأسرار من كتاب خطير جدا، من شدة خطورته لا تجده في أغلب المكتبات، وبحمد الله حصلت على هذا الكتاب وقرأته بل وسجلته كاملا بصوتي. من يتابعنا يعرف أننا بين الحين والآخر نسجل كتب على تطبيق ستوري تيل. هذا الكتاب الخطير يعرض على دور المسنين وعلى مرضى السرطان وعلى من أنهكت أجسادهم من أمراض ليقرؤوه، ليخفف من توترهم ويكون انتقالهم أجمل وأسلس. فلا تخاف، هذا ما يطلبه الكاتب منك. السر الأول، هل يشعر الموتى حقا باقتراب أجلهم؟ تخيل نعم، يعرف أنه سيموت. رجل مصري في 50 من عمره، اسمه أبو الزهراء، رجل محترم وطيب الخلق، نشر على صفحته في الفيسبوك منشور يقول فيه أنه أثناء ذهابه من منزله لمحطة المترو كان ينظر له بعض الناس بنظرات غريبة، منهم فتاة مراهقة ورجل أربعيني وآخر عجوز، لدرجة أنه ظن بوجود شيء خطأ في شكله أو في لبسه. فأوقف العجوز وسأله لماذا تنظر لي هكذا؟ فقال العجوز مكتوب على وجهك ميت. هنا أبو الزهراء استغرب ولم يعلق على كلام ذلك العجوز، وعندما التفت إلى العجوز مرة أخرى وجده ينظر إليه باستغراب. الغريب أن أبو الزهراء بعد دقيقة دخل محلات وتعامل مع أناس ولكنهم لم يلاحظوا شيئا عليه. فيسأل أبو الزهراء في منشوره على الفيسبوك عن تفسير لما حدث معه، ليجد أصدقائه كالعادة يمازحونه بأن الفتاة المراهقة ربما معجبة به. الأصدقاء كما تعلم، ولكن الصدمة أن أبو الزهراء مات بعد 15 يوم من منشوره هذا. لا إله إلا الله، ربما مصادفة قد تقول، ولكن كاتب هذا الكتاب اللي خطير الذي ألخصه لك في هذه الحلقة قام بالتحقيق في هذه القضية وفي منشور أبو الزهراء، ليجد أن في 15 يوم التي سبقت وفاة أبو الزهراء 3 أشخاص ماتوا أيضا بنفس وصف صاحبنا، فتاة مراهقة، رجل أربعيني، وعجوز. وكأنهم جميعا كانوا يعلمون أنهم موشكين على الموت، فميزوا من يوشك على الموت مثلهم. هدي أعصابك. كذلك الصديق الذي علق لأبو الزهراء على منشوره وقال له أنك والله أعلم موشك على الموت، فيجيبه أبو الزهراء لعلها خاتمة خير. تفاصيل القصة تسمعها كلها من الكتاب إذا أحببت. استمر الكاتب في التحقيق في القضايا المشابهة لأشخاص شعروا أنهم موشكين على الموت، قام بتحليل عشرات المكالمات لأشخاص ماتوا بعد مكالمتهم الأخيرة. يقول هناك شعور غامض، تشعر أن الميت في كل جملة كان على وشك قول شيء ما، ولكنه تراجع عن قوله في آخر لحظة لأنه استحى ربما أن يخبر الناس بالشعور الغريب الذي يشعر به، لم يرغب أن يقال عنه مجنون. بعد مطالعة العديد من الأبحاث يمكن القول فعليا أن الموت يبدأ قبل 2 أسبوع من الموت الحقيقي، يعني يعلم الميت عن اقتراب أجله قبل 2 أسبوع من موته، وفي خلال هذه الفترة جسده يعطي إشارات تحذيرية. هذه الرسائل تكون على شكلين، أولا رسائل صحية مثل تراجع الوضع الصحي، الخمول، عدم الرغبة في الطعام خاصة لدى المرضى، والثانية هي السر، الرسائل النفسية. فالإنسان يشعر بتغيير في كيمياء جسده وأن شيء كبير سيحصل له. الإنسان الصالح عندما يأتي هذا الشعور يشعر أنه موشك على الموت، فتجده يهدأ ويطمئن ويصبح أكثر طيبة وأكثر روحانية. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال لا يا عائشة، المؤمن إذا حضر أجله بشرته الملائكة برحمة الله ورضوانه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. أما الأشخاص السيئين نسأل الله العافية فتترجم أجسادهم إشارة الموت بطريقة خاطئة، فيصبح الشخص فيهم في حالة من العصبية والتوتر والشكوى الدائمة. يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الكافر متى حضر أجله بشر بغضب من الله فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. عالم الرعاية السويدي يوران يقول أن سلوك حياة الإنسان مرتبط بالإشارة الأخيرة في حياته، فالإنسان الضعيف روحانيا يرسل المخ عنده إشارة إلى الغدة الكظرية التي تحفز الأدرينالين والنورأدرينالين، فيكون في حالة من القلق والتوتر المستمر. ملخص هذا السر، الإنسان يشعر باقتراب أجله، هناك شعور داخلي قد لا تتمكن من شرحه للناس وقتها، ولكن بالتأكيد كل من ماتوا شعروا به. السر الثاني، هل يسمع الميت ويشاهد ما يحدث حوله؟ تخيل نعم، يعني لو وقفت بجانب شخص ميت حديثا تأكد أنه يسمعك ويراك لو فتحت عينيه. في جامعة ستوني بروك للطب في نيويورك يوجد لديهم قسم يسمى بعلم ما بعد الموت. هذا القسم يختص بالناس الذين عادوا من الموت، وسأخبرك عنهم في نهاية الحلقة. في دراسة جاء فيها أنه عند الموت يتوقف المخ عن العمل بنسبة 95%
تماما، يعني مراكز النبض، ردة الفعل، التنفس، الحركة، كلها تتوقف باستثناء مراكز السمع والإبصار. هذه المراكز تستمر في إعطاء إشارات بعد الوفاة وفي نفس قوة الإشارات أثناء الحياة. الله أكبر. يعني الميت يسمعنا ويرانا بوضوح، ولكنه لا يستطيع أن يعبر، لأن مراكز ردة الفعل لديه والكلام كلها تعطلت في الدماغ. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بعد مقتل المشركين وجمع أجسادهم نادى فيهم وقال: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، أتنادي في قوم قد جيفوا، يعني أصبحوا جيفا ماتوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لي منهم غير أنهم لا يجيبون. نعم، الميت يسمع ويشاهد من حوله لبضع ساعات بعد الوفاة، وهذا سر من أسرار الموت التي لا يعرفها الكثير. هل مستعد للسر التالي؟ هذا السر الأخير الذي سأخبرك إياه، ولا نستطيع أن أخبرك أكثر لغاية في نفسي. باقي الأسرار لا تصلح لأن تعرض هنا، إذا أحببت تستمع لها بصوتي أو اقرأها الأمر يعود لك. يمكن العودة من الموت. نعم، وركز هنا، هذا الكلام لا يعارض والعياذ بالله قوله تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن الموت يكون على مرحلتين: لحظة انفصال الروح عن البدن وتسمى الموت السريري، وهنا يمكن العودة منها، ولكن إذا تجاوزت الروح حاجز البرزخ يكون الشخص قد مات بيولوجياً ويستحيل عودته من الموت. فمثلا في قصة الرجل الذي مر على قرية وأماته الله 100 عاما ثم أحياه، أيضا عندما ضرب موسى عليه السلام بجلد البقرة قتيل بني إسرائيل فأحياه، ولكن إذا تجاوزت الروح حاجز البرزخ فلا يرجعون، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في الطب الشرعي في الولايات المتحدة، وهي جهة تابعة للحكومة الفيدرالية لضمان حياديتها، يحكي أحد الأطباء الأمريكيين الكبار وهو رئيس الطب الشرعي في أحد مدن كاليفورنيا، أن عدد الأمريكان الذين عادوا من الموت الوشيك أو اختصار NDE هو تقريبا 15 مليون حالة، وهذا الرقم مسجل في The Lancet الدورية الأمريكية العالمية المعروفة، وأن 18% منهم عادوا للحياة وحكوا ما حدث معهم. في النهاية أيها الطيب، لا تخاف الموت أبدا، الذين يخافون الموت يموتون 100 مرات، والذين لا يخافون الموت يموتون مرة واحدة. هذه جملة أعجبتني من الكتاب، فإذا أحببت فلتعجبك. فالدنيا هي الفصل الأول للرواية، والموت ليس نهاية القصة بل بدايتها. صدقني، لو أن شخصا عاد من الموت بعد أن مات بيولوجيا، تأكد أنه سينادي بأعلى صوته: ماذا تفعلون هنا؟ الحياة هناك، هلموا صالحا والحقونا. يقول كاتب هذا الكتاب اقتباس من كلامه: أقسم لكم أن كلماتي عن الموت ثمينة لمن يقدر قيمتها، وأنهم كذبوا علينا عندما خوفونا من الموت، فهو مجرد انتقال لحياة أخرى. في النهاية أسأل الله أن يرزق قريب الجنة ويرحمه وموت المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الجنة. نهاية أيضا أنصحكم بالاستماع الكتاب كاملا بصوتي على تطبيق ستوري تيل، أحب أن أقرأ تعليقاتكم هناك من داخل التطبيق، فأنا أبذل كل هذا الجهد في تسجيله لأجعلك تستمع له بطريقة أجمل، ويوفر عليك جهد وعناء أن تقرأه بنفسك. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا عجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.